بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي التلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الأول مع مادة الرياضيات النظام الجديد الفصل الدراسي الأول، ولقائنا من خلال كتاب التلميذ ودليل المعلم، ومع المحور الأول الحس العددي والعمليات والوحدة الثالثة منه ضرب الأعداد الصحيحة، والمفهوم الأول من الوحدة الثالثة نماذج لعملية الضرب. ودرسنا النهاردة هو الدرس الرابع في الوحدة الثالثة بعنوان عملية الضرب باستخدام نموذج التجزئة. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار درسنا إيه وإزاي هنشتغلوا مع بعضنا. برضو بلفت النظر حبايبي اللي أول مرة يشوفوا فيديوهاتي إن في فيديوهات مختصرة سريعة لمفاهيم الرياضيات اللي احنا شغالين فيها دي، ودي موجودة على قناة معلم الرياضيات، دي قناة للترمين من كيجي الى تلت اعدادي دروس ومراجعات. هتلاقي الصورة بتاعتها في اخر دقيقة في الفيديو في صور شاشة النهاية. الصورة اللي في النص لو ضغطت عليها هتدخل على المفاهيم على طول، والصورة اللي هنا هتدخلك على الدروس اللي احنا شغالين فيها دي، والصورة اللي هنا هتدخلك على الدروس اللي عملناها للكتب الخارجية بمراجعتها. 43 فيديو موجودين على قناتنا اللي هي محمد عبده. برضو علامة الاي اللي بتمر كل شوية هتدي لك رابط من الروابط، بالاضافة لصندوق الوصف في كل الروابط اللي انت محتاجها للنظام الجديد للصف الخامس، وفي اول تعليق مثبت ده بالاضافة لان رابط القنوات هتلاقيه برضو جنب عنوان الفيديو. هتلاقي اسم قناتي للترم الثاني براعم مبدعة للمرحلة الابتدائية، وهتلاقي برضو قناة معلم الرياضيات اسمها لو ضغطت عليه هتدخل على القناة للترمين من كيجي الى تلتة اعدادي. معلش اسف للاطالة، تعال نبدأ في درسنا. يعني احنا بناخد النهاردة عملية الضرب باستخدام، كنا المرة اللي فاتت اتعرضنا لنموذج مساحة المستطيل، ودلوقتي هنبدأ في استخدام نموذج التجزئة. هو الحقيقة درسنا الرابع ده يعني بيعتبر درس لقطة سريعة كده مختصر لدرسنا الخامس اللي هو هيكون فعلا باستخدام نماذج التجزئة دي. تعالوا بينا مع بعض نشوف ايه هدفنا من درسنا النهاردة. ان انت هتقدر تجري عملية الضرب بان انت تستخدم نموذج نواتج عملية الضرب بالتجزئة، وهتقدر تقدر نواتج عملية الضرب. سبق لنا ان احنا على فكرة اتعرضنا للكلام ده قبل كده ومر علينا في سنة رابعة. هيبدأ يتكلم في استكشف على التقدير ولنواتج عملية الضرب. عايز اذكرك بالتقدير، ما تنساش ان التقدير ده استراتيجية من الاستراتيجيات بتساعدنا على ان احنا نحسب ناتج الضرب بشكل تقريبي ونتحقق من معقولية الاجابات، هل هي منطقية قريبة من الاجابة الفعلية ولا لا. طبعا التقدير بتاعي بيشمل جزئين، بيشمل التقدير من خلال اول رقم من اليسار، وبيشمل التقريب بانواعه اللي درسناها قبل كده، 10 و100 و1000 وعدد صحيح او وحده وجزء من 10 وجزء من 100 وجزء من 1000. كل دي بنعتبرها تقدير، وبالتالي بدا في يسالني في استكشف في تقدير نواتج عمليه الضرب، بيقول لي قدر ناتج عملية الضرب في المسائل الأربعة اللي أنا هديهم لك دول، وناقش الاستراتيجية اللي أنت استخدمتها مع زميلك، واستعد لمشاركة أفكارك مع زميلك عن التقدير وعن معقوليته بالنسبة لناتج الضرب. يعني نشوف مثلا المسألة الأولى دي. المسألة الأولى بتقول لي 34 عايز أضربها في 58، إذا قربناها من خلال اول رقم من اليسار هناخد 30 في 50، يعني هنقرب دي، هناخد الرقم من على اليسار اللي هو 3، بس طبعا ده مش 3 ده 30، فبكتب 30. نفس الكلام هنا، مش 5 ده 50، بكتب 50 وبضربهم في بعض هيطلعوا لي 1500. ده التقدير من خلال اول رقم من اليسار. طب افرض ان انا مثلا قربتها لاقرب 10 مثلا، يعني هتبقى دي احاد ودي عشرات، انا عايز العشرات اللي هي التلاتة، الاربعة ما بتزودهاش هتفضل زي ما هي تلاتة، لكن دي مش تلاتة دي 30. برضو التمانية اللي في الاحاد
هتزود الخمسة بتاعت العشرات دي واحد، وبالتالي هتبقى ستة، لكن هي ستة في العشرات يعني 60، يعني هضرب 30 في 60 هتجيب لي 1800، يعني نشوف اللي قرب لأقرب 10 طلعت له كام، واللي قرب لأقرب قدر من خلال أول رقم من اليسار طلعت له كام. طب هل المسألة نفسها لو شفنا إجابتها هتبقى قريبة فعلا من التقريب لأقرب 10 ولا من التقدير من خلال أول رقم من اليسار؟ شوف الناتج بتاعنا، الناتج بتاعنا 1972، طبعا بعيدة جدا التقدير بتاعنا من خلال أول رقم من اليسار ده 1500 ودي 1972، لكن زي ما احنا شايفين أقرب ل التقدير التقريب من خلال العشرة. وبالتالي دايما ألفت نظرك إلى أن دايما كل ما صغرت في التقريب بتاعك كل ما طلع أقرب ل، واتكلمنا قبل كده في الكلام ده، يعني لو حبيت تقرب لأقرب 1000 وبعدين نفس المسألة قربتها لأقرب 100 وبعدين قربتها لأقرب 10 هتلاقي أن الأقرب 10 هي القريبة جدا، وبرضو أقرب وحدة هتبقى هي الأقرب كمان بالطريقة دي. يعني وانت بتقدر شوف انت هتختار ايه او ايه اللي انت بتفكر فيه. تعال نشوف برضو هنا 192 في 75، احنا بناخد تقديرات مختلفة عشان تاخد فكرة عن النتائج بتاعتها ومعقوليتها. يعني هنا انا لو قلت هقرب لأقرب 10، لاحظ ان الاتنين دي مش هتزود فهتفضل التسعة زي ما هي، لكن مكان الاحاد لازم يتحط صفر يعني 190، وبرضو هنا الخمسة بتاعت الاحاد هتزود السبعة هتبقى 8، والصفر يتحط يعني 80 لان هي 8 عشرات، فهضرب ال 190 في 80 هتجيب لي 1500 و200. طب الضرب الفعلي للمسألة هيطلع لي كام؟ 14000، هنا 15200، لكن هنا جاب لي 14400، يعني اقرب برضو من الناتج بتاعي للمسألة. طيب تعال نشوف المسألة نمرة 3، لو خدنا الأولاني وقربناه مثلا لأقرب 100 هنلاقي إن العشرات 5 هتزود الثلاثة بتاعت المئات 1 هتبقى 4، لكن دي مئات يعني 400. طب ولو قربت دي لأقرب 10 هتلاقي إن التسعة اللي في الأحاد هتزود الواحد بتاع العشرات وبالتالي هتبقى 2 في العشرات يعني 20، فلما هاجي أضرب ال 400 في 20 طبعا انا بحط الاصفار اللي عندي وبضرب باقي الارقام اللي موجوده اللي هي 2 في 4 هتديني 8، يعني جابت لي 8000. طب ناتج الضرب الفعلي هيديني كام؟ هيديني 6764. لاحظوا ان التقريب هنا كان لاقرب 100 وهنا الاقرب 10، فعشان كده يعني نقول برضو بعدت شويه. طيب تعال نشوف، طبعا هنا التقديرات بتختلف من واحد للتاني وهتلاقي النواتج مختلفة منها الأقرب ومنها الأبعد على حسب التقدير أو التقريب اللي انت شغال بيه. طب المسألة دي عندي 8976 بضربها في 8، لو احنا قربناها الأقرب 1000 لأقرب 1000 هتلاقي التسعة دي هتزود التمن ألاف دي وبالتالي هتبقى 9000، مضروبة في ايه؟ مضروبة في 8. طبعا 8 خلاص زي ما هي هتقربها لأقرب ايه لازم تضرب فيها، هتجيب لك كام؟ هتجيب لك 72000. طب ناتج المسألة هيطلع كام؟ هيطلع 71808. هتقول لي انت قربت الأقرب 1000 ومع ذلك طلعت يعني معقولة فرق 200 مثلا بينها وبين الناتج الفعلي بتاعي، فهقول لك لان ما تنساش ان اللي هنا خدناها زي ما هي، عشان كده دي لفتت نظرنا للقرب بتاع المسائل. وبالتالي يعني التقريب زي ما قلنا بيختلف ما بين القريب والبعيد، المعقول والغير معقول من نواتج الضرب بتاعتي. تعالى بعد كده ندخل في تعلم بيقول لي نواتج عملية الضرب بالتجزئة. هنا بقى هنتكلم على الضرب بالتجزئة، يعني الضرب بالتجزئة تقريبا هو نفس الفكرة بتاعت مساحة المستطيل. يعني تعال نشوف مثال، عندك المسألة دي 97 مضروبة في 68، انت لو حبيت تعملها في مساحة المستطيل بتعملها الى جزئين، الطول هيبقى 90 زائد 7، واخدين بالكم؟ بس انا بتعامل من خلال الصيغة الممتدة القيمة المكانية،
يعني هتاخد ما تقسمش بقى ولا تحلل دول، لا دي 90 ودي 7، طب والعرض بتاعي هيبقى 60 و8. طب لما بتقسم هيطلع لك عمودين ويطلع لك صفين، وبالتالي هتبقى 4 مستطيلات، يعني هيبقى 4 نواتج للمسألة. ده اللي احنا اشتغلناه في استراتيجية مساحة المستطيل. طب لو جينا بقى نتعامل مع استراتيجية نواتج عملية الضرب، قبل ما نبدأ عايزين نعرف برضو ان الناتج بتاعي لو انا تعاملت معاها كتجزئة هجزئها ازاي؟ هسألك الأول، هو 97 عبارة عن ايه وايه؟ عبارة عن 90 و7، خد بالك من دي، 90 و7. طب وال 68 عبارة عن 60 و8، فأنت عندك 4 أجزاء دلوقتي بتتعامل معاهم، فإحنا لما نيجي نجزأ هنلاقي العملية ينتج منها 4. طب أنا كل مسألة هقعد أشرحها بالمنظر ده؟ لا، سريعا كده، دي كم رقم؟ رقمين، ودي كم رقم؟ رقمين، اضرب 2 في 2 هتديك 4، يبقى على طول الجزئيات بتاعتي هتكون 4. طب ابتدي ازاي؟ هل شرط الترتيب؟ لا، مش شرط الترتيب بتاعي، يعني انت عرفت دلوقتي ان دي عبارة عن 90 و7 خلاص كده، ودي عبارة عن 60 و8، ممكن تبدأ بال60 وممكن تبدأ بال8، لكن طبعا انا افضل واحسن لك انك تبدأ بالاحاد، عشان بعد كده مستقبلا هذا تعامل بالاسلوب ده لما نيجي نتعرض للمعيارية بتاعت الضرب بتاعتي اللي هو الخلاصة بقى في النهاية يعني. فعشان كده لو ضربت هتضرب مثلا الـ8 هتضربها في الحاجتين دول اللي هي 7 و90، هتلاقي 8 في 7 و8 في 90، اهي 8 في 7 و8 في 90 اخر 2. طب ودي عبارة عن 60، هتلاقيها 60 في 90 و60 في 7، اهم 60 في 90 و60 في 7. الترتيب بقى على حسب ما انت شايف، لكن زي ما قلت لك الافضل دايما انك تبتدي من الـ8 وتجزأها الى 8 في 7، وبعدين 8 في 90 زي ما احنا شايفين اهو، وبعدين الـ60 برضو 60 في 7، وبعدين 60 في 90، لكن زي ما قلنا الترتيب ما بيأثرش في ناتج الضرب بتاعي، فاللي يعجبك اشتغل بيه. هو ابتدى وقال لك انا هضرب الـ60 في 90، يعني هيبدأ بالـ60، طالما هيبدأ في الـ60 يبقى هيضربها في الاتنين دول، هيضربها في الـ90 ويضربها في الـ7. اول واحدة هيقول لي 60 في 90، هنزل الصفرين واضرب الـ6 في 9 ب54، اذا الاجابة طلعت لي بتاعت اول جزئية عبارة عن 60 في 90 طلعت 5400. اشتغلنا مع الستين والتسعين، هنشتغل برضو هي نفسها، نكملها بقى، نشتغل الـ60 مع الـ7، هنقول 60 في 7 هتديني كام؟ الصفر هنزله، و6 في 7 ب42 هتطلع لي 420. لاحظ بقى هنا اهم ما في نواتج عملية الضرب بالتجزئة دي، اهم ما فيها هو النظام، وانك تحط الخانات تحت بعضها، يعني تحتفظ بالخانات مرتبة منظمة زي ما انت شايف، احد تحت احد وهكذا، وانا نازل عشرات تحت عشرات. ليه؟ عشان ده يطلع لك ناتج الجمع مظبوط. طب بعد كده هبدأ مع الـ8، انا خدت الـ60 وجزأتها مع الـ90 ومع الـ6 مع الـ7، دلوقتي هاخد الـ8 واضربها في 90 وبعدين اضربها في 7. طب 8 في 90 هنزل الصفر بتاعها وهضرب الـ8 في 9 ب72 جابت لي 720. طب اجي بعد كده للـ8 في 7 هتديني 56، اكتبها وبعدين اجمع المسألة بتاعتي الاقي الناتج بتاعي هيطلع 6596، وهي دي إجابة المسألة بتاعتنا. شفنا ازاي عملنا عملية الضرب. التجزيء مهم جدا انك تاخد بالك منه. طب كلام جميل، تعال نتنقل بقى سريعا كده نفس الخطوات هنا، بس برضو تعال نفكر، لان احنا لما نحل المسألة مش هيكون الحاجات دي موجودة، احنا اللي هنحلها من مخنا. هنقول دي كم رقم؟ دي 3 ارقام، ودي كم رقم؟ رقمين. طب 3 في 2 بكام؟ ب6، يبقى عندي 6 تجزئة او 6 اجزاء في المسألة بتاعتي. ايه الـ6 اجزاء؟ هنبدأ بالـ40 مثلا او نبدأ بالـ3، خلينا منظمين هنا، وراك النظام مشي مع النظام اهو. هياخد الـ3 مع مين؟ مع الـ6، وبعدين مع الـ50، وبعدين مع الـ300،
تمام اهو 3 مع 6 3 مع 50 3 مع 300. بعد كده يدخل على الأربعة دي، بس دي مش أربعة، لو كتبتها أربعة مسألتك باظت، دي 40. أخد الأربعين مع الستة أهي، والأربعين مع الخمسين وأهي برضو، وبعدين الأربعين مع التلتمية. وضحت معايا يا حبايبي؟ إذن أنا بتعامل مع المسألة أول حاجة بتعرف على عدد أجزائها من ضرب عدد أرقام العامل الأول في عدد أرقام العامل الثاني. ده ثلاث أرقام وده رقمين، 3 في 2 ب 6 هتديني 6. أبدأ أضرب وأطلع النواتج بتاعتي بالشكل ده، وزي ما أنت شايف كل الأحاد تحت بعضه وكل العشرات تحت بعضه عشان الإجابة تطلع دقيقة وتطلع معاك صح. لو غلط هو يعني نفضل دايما انك تشتغلها في رسم بياني عشان تساعدك في التنظيم والنواتج بتاعتها تطلع صحيحة. يعني زي دلوقتي ما هنشوف لعبة، اللعبة دي هنشتغلها من خلال ورق رسم بياني عشان خاطر النواتج بتاعتها تطلع منظمة وتطلع إجابة دقيقة. إذا مسألتنا دي اللي هو لما نضرب 356 في 34 في 43 من خلال نموذج عملية التجزئة، احنا لسه ما تكلمناش، هنتكلم بالتفصيل في الدرس الخامس اللي هو أول درس في المفهوم الثاني من الوحدة الثالثة اللي جاي. طب إذا الناتج بتاعي طلع كام للمسألة؟ 15308. تمام حبايبي. بدأ بعد كده يعني ما تعرضش ليه أمثلة تانية، لكن قال عشان يرسخ الفكر بتاع نموذج التجزئة في ذهنك هنلعب لعبة داخل الفصل، هتلعبها مع زمايلك انت وزميلك يعني، وهتكتب المسألة هتختارها ازاي او هتجيب المسألة ازاي. طبعا زي ما قلنا هنعملها على شبكة اللي هي على رسم بياني، يعني ورق رسم بياني. كل لاعب يا اما هيختار اربع او خمس بطاقات على حسب المعلم ما يقول لك يعني، او اذا كنت هتشتغل بظهر طاولة، او اذا كنت هتشتغل ببطاقات العد، يعني على حسب ما انت مناسب لك مع اللعبة بتاعتنا. طيب هيطلع لك اول تقلب اول بطاقة مثلا طلع اربعة حطها في العشرات، طلع اتنين او خمسة بعد كده حطها في الاحاد، بقى العدد الاولاني بتاعك كام؟ 45. طب نقلبها مرة، نقلب بطاقة تانية طلعت 8 احطها في العشرات يعني ب80، وبعدين طلعت 2 احطها في الاحاد يعني 82. بقى عندك العددين بتوعك. زميلك نفس الكلام يقلب اربع بطاقات، اول اتنين يعمل منهم اول عدد من العشرات والاحاد، والتاني برضو من العشرات والاحاد. تبتدوا بقى كل واحد فيكم يمسك مسألته ويحلها، او ممكن تشتغلوا انتوا الاثنين مسألة واحدة مش مشكلة، ونشوف اللي هيكون اقرب، خدوا بالكم اقرب للتقدير يبقى هو الفائز. هتقدروا نواتج الضرب بتاعتكم قبل ما تبتدوا وتكتبوا التقديرات بتاعتكم، يعني 45 قدرناها لاقرب، ممكن تقول لأقرب للتقدير من خلال أول رقم من اليسار 40، ودي 80، وضربنا ببعضهم جابولي 3200. وبعدين نبتدي نحل المسألة، سواء إذا كنت أنت وهو واخدين نفس المسألة أو واخدين مسائل مختلفة مش مشكلة. طيب هنا بعد ما عملنا الكلام ده هنبص نلاقي عندنا خانتين رقمين، وده رقمين يعني أربع أجزاء، هتبقى المسألة أربع أجزاء. نبدأ نضرب 80 في 40، وبعدين 80 في 5، وبعدين 2 في 40، وبعدين 2 في 5 زي ما شايفين، ونجمع دول ونشوف النواتج بتاعتنا ونشوف التقدير بتاعنا. أنا بيني وبين التقدير كام؟ مثلا 490. طب زميلي بينه وبين التقدير كام؟ مثلا 200 مثلا، يبقى هو الفائز، فيكتب رقم واحد يعني هو الاول، واللي طلع ابعد شوية يكتب رقم اتنين في كتابه في الصفحة بتاعتنا دي. وبعدين نبتدي نلعب نكمل اللعبة زي ما قلنا مع شوية مسائل لغاية الوقت ما يسمح معاكم داخل الفصل. دي كانت لعبة ظريفة، طبعا الهدف منها انك تثبت فكر المفهوم بتاع الدرس بتاعك في ذهنك.
من خلال لعب يعني. دخلنا على فكر الرياضيات في مصر، المناطق الشاطئية المتميزة على البحر الأحمر. بيقول لي اقرأ الفقرة التالية وبعدين أجب عن السؤال. بيقول إيه في الفقرة؟ بيعد الساحل الشرقي لمصر، الساحل الشرقي لمصر على امتداد البحر الأحمر من المناطق الشاطئية المتميزة، وبيوجد فيه كتير من المدن المتجمعة على امتداد خليج السويس. في عندنا يعني صورة لمنتجع شاطئي كده على السياحة على البحر يعني على الخليج. بيوجد 18 فندق في إحدى هذه المدن، في 18 فندق، كل فندق موجود فيه 135 نزيل، يعني 135 شخص نازلين فيه في كل فندق وهم 18. بيسألني بقى عدد النزلاء الموجودين في تلك المدينة هيكون كام؟ بس استخدم استراتيجية نواتج عملية الضرب بالتجزئة عشان تحل المسألة. فانا هديك المسألة وانت اعمل بقى النواتج بتاعة التجزئة في الصفحة بتاعتك، سواء إذا كان في المكان ده فوق الصورة لأن مفيش مكان، أو في ورقة خارجية مش مشكلة، لكن الإجابة هتطلع أن أنت هتضرب 135 في 18. طبعا دي تلات أرقام ودي رقمين، هيبقى عندك التجزئة عبارة عن ست أجزاء وتعملها في المسألة في الجزئية بتاعتك. طيب بكده حبايبي بيكون وصلنا لنهاية لقائنا مع درسنا. زي ما قلت لكم الصورة اللي هنا لو ضغطت عليها هتدخل على دروسنا اللي احنا شغالين عليها، مش هتحتاج تسأل ولا تقول انا عايز رابط الدرس الفلاني، تضغط بس تتفتح معاك الدروس اللي احنا شغالينها. وهنا لو ضغطت على الصورة هتدخل على المفاهيم اللي قلنا عليها على قناتي معلم الرياضيات، وبرضو في قناة كرتونية ديسكفري جميلة لسه يعني منشأة جديد، هتلاقيها برضو في الروابط في علامة الاي اللي بتمر وفي صندوق الوصف وفي اول تعليق. وهنا الصورة بتاعت الكتب الخارجية اللي اشتغلنا فيها 43 فيديو دروس ومراجعات، وما تنساش جنب عنوان الفيديو هحط لك رابط قناتي براعم مبدعة، هتلاقي اسمها جنب عنوان الفيديو، وهتلاقي برضو معلم الرياضيات تدخل عليهم تضغط عليهم تدخل على القنوات. يسعدني انك تتفرج وتشترك وتفعل الجرس. وبكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية لقائنا مع درسنا، وإلى اللقاء مع درس تالي مع أطيب تمنياتي بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.